أوي. صباح الخير. صباح النور. أوي. على مهلك على مهلك، اهدي شوي. شو صار؟ راحت علينا نومة ما؟ نمنا كتير؟ بس ارتحت كتير وقت نمتي جنبي. أوه. صباح الخيرات يا أكابر، إن شاء الله نمتوا منيح. صباحكم خير. صباح النور غسان بك. كيفكم؟ يا ترى تهنيتوا بنومتكم؟ شو إنك مهضوم؟ خجلني هلأ كتير. بالحقيقة أنا بالليل ما كنت بدي يبقى هون، وكنت بدي روح على البيت بس ستي وهيك ورحت علي نومي. بتصير على طول. خلاص يا أنا هلأ رح جهز الفطور لبين ما تصحصحوا. لا لا أنا لازم أطلع، أصلا رح يجي الشحن وتأخرت كتير عليه. طيب يلا إذا هيك. لا لا أنت روقي شوي، روقي على مهلك، خليكي مرتاحة. استني. حسابك بعدين. بدي أخدعك شوي شوي. يلا على مهلك. تفضلي. شكرا. ما رح يمشي الحال، مستحيل هيك ما رح يمشي الحال. طبعا. شو شوفي؟ لا لا عمر استنى استنى. يلا بسرعة يلا. بالإذن غسان بيك. مرتاحة هيك؟ ايه مرتاحة كتير. شكرا داليا، أنا بكمل عنك. عفوا. وانتي بهالحالة قدرتي تحلي كل هالمشاكل، برافو. مو لهالدرجة، أنا عملت اللي بيطلع بإيدي مو أكتر، بس إن شاء الله ما تنعاد هالشغلة. بس كنتي ظريفة كتير. عن جد؟ وانتي عم تحلي المشاكل كنتي كتير حلوة. يعني إذا ما صارت هالمشاكل أكيد بيكون أحسن. ديما، وانتي بهالحالة حليتي المشكلة، بس ما إلي علاقة، يعني اللي انصاب ركبتك مو راسك، بس معلش، طلبي مني اللي بتتمني. طلبي لنشوف. ليش بدي اطلب يلي عملته هو شغلي؟ غسان بيك صحيح نسيت بارك لك، قال رجعت انت وياسمين خانم لبعضكم. لا ما فيك شيء، من وين جبتي هالحكي؟ سيلا خانم اللي قالت لي. هي اللي قالت؟ ايه. هي من وين سمعت شو هالحكي هاد؟ ما في هيك شيء، ليش عم بتألف هيك شيء؟ من وين طلعت هالحكي اصلا؟ لا ما في هيك شيء، هي بتعرف اللي لا مو مزبوط. طيب ماشي. يعني قلي لا انه ما في هيك شيء، احسن بلا ما تفكر. ماشي انا بس شوفها بقلها لك. الحقيقه بتقدري هلا تقلي لها، يعني مشان ما تضيعي وقت. قصدي طبعا اذا ما كان هذا الشيء بتعبك او هيك شو بيعرفني. عادي ولا يهمك، مو مشكله. اذا هيك لكان رح روح اقول له. وقفي وقفي. طيب خليني وصلك لهني. رجاء انا بهالشغله صرت معلم بعد اذنك. طيب. شو؟ شو قصدك بهالتصفيرة؟ شو قصدك تقول؟ كيف ممكن تعرف إذا هي معجبة فيك ولا لا؟
سألت هالسؤال ما هيك؟ ايه هلأ رح جاوبك. لما تنكش بحياتك العاطفية وتصير تدور شو بيصير معك وإذا كنت لحالك وتوصل لهيك نتيجة سخيفة، فيك تقول مشي الحال شريك، أنت فتت براسه وصرت بقلبه وصار دورك. كيف يعني قصدك سيلا خانم من نتيجتها السخيفة هي بيظهر إن هي معجبة فيني؟ قصدي إنه عم تفكر فيك وحاططك بباله. يعني أنت عم بتقلي إنه سيلا خانم عن جد هيك؟ يلا كله خير موفق. إذا هيك أنا لازم أعمل شيء، يعني بحكي معها وفهمها مشان ما يصير سوء تفاهم، يعني مشان ما تزعل. بشكل عام ما لازم زعلها، أنا ما بحب زعل الناس. يلا روح بقى. طيب حيات كبرر بازن سنين Oyunlar oynar dener sanki Ve sen tüm gücünle karşı konsan da Alt üst ediverir günlerini Zaman dinlemez dertlerini Güler arkandan sinsi sinsi Sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi korkudan kapanmış gözlerinle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. جيت لحتى نحل المشكلة بيناتنا، وهالمرة جبت هاي لحتى تساعدنا. يسلموا إيديك، فوت.
انتهى الوقت. بعرف هالشي. Kalemimi kopardılar, kim bilir kaç kez. Hiç hakkım yok şikayete, bile bile lades. Belki de acısından beslendim aşkım. Yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? صباح الخير ديما. نعم. شبكون شوفي. الملك ما كان أبداً يظهر مشاعره للبنت الفقيرة لأنه كان يخاف أنها تطمع فيه، والبنت أخذت وقت طويل لتفهم الملك بشكل صح، مع أنها بالأول كانت متضايقة منه ومقهورة، بس بعدين عرفت مين هو وتعلقت فيه وحبته أكثر من الأول، وعرفت أنه شو ما عمل رح يكون هو الصح بنظره. يلا شوفي، ليش هيك ساكتين؟ هلأ بتعرفي كل شيء ديما. أمير حابب يقول لك شيء خاص. شو هو؟ هلأ بتعرفي شو هو، وبعدين أنا بشوفك. خير أمير بيك؟ احكي خلصني، لا تخبي علي. ليش ساكت لهلأ؟ شو الموضوع؟ خلينا نروح على مكتبي. ماشي. ديما أنا رح لك موضوع غريب شوي بصراحة، الموضوع كتير حساس لهيك بدي اياكي تركزي معي، ولأنه هالموضوع بخصك ما حدا بيعرف فيه بنوب، بس أنا كنت خايف أني أحكي فيه مع أني بعرف فيه من زمان. أمير بيك ممكن تحكي اللي عندك؟ لأنك خوفتني عن جد، قلي شو القصة. خلدون إبليكجي بصراحة ترك لك كل ثروته. قصدك تقول أنه خلدون بيك مات؟ لا شو هالحكي، لساته عايش، بس هي رغبته، هيك حابب يعمل، يكتب لك كل شيء باسمك. ليش أنا يعني؟ بصفتي مين؟ أنا ما بقربه بالمرة. عم بيكفر عن ذنبه يمكن، هو حاسس إنه ظلمك بده يعوضك بشي تاني مشان ما يضل يحس بالذنب يعني. ليش مين قال له إني بدي شي منه؟ ما رح أقبل بهالشي، مستحيل. شو بده فيني؟ ليش لاحقني لهلأ؟ أنا مو ناقصني. خلص أنا بكرة بروح وبحكي معه وبقول له إني ما بدي شي منه أو من غيره. أنا رح ورجي لخلدون بيك إنه مو كل الناس بتنشرب المصاري. ديما أهدي، شو صار لك؟ لسه أنا ما خلصت. يعني لسه في شيء؟ ايه بدي اقول لك، ناريمان بتعرف بهذا الموضوع، لهيك ممكن تقعدي دقيقة؟ تفضلي. هاي المخلوقة ما بعرف ليش سيرتها لحالها بتتعبني، بتخليني اتوتر دغري، لا تجيب سيرتها ابدا، لأني عن جد ما بطيقة. خالتي ناريمان اجت لعندي، قالت لي إنه خلدون بيك ترك كل ثروته لبنت اسمها ديما. تعالوا لاحقها للبنت، حتى يبقى الميراث بالعيلة. ديما يعني انت مشان المصاري عم تساوي هيك؟ ليكي ديما لازم تعرفي شغله. عن جد امير من كل عقلك؟ هي ناريمان مجنونه، اكثر مخلوقه حاولت تاذيني بحياتي كلها. شو يعني عم تستخدمك طعم؟ اي يمكن يكون هيك لهذا السبب. انا هلا قبلت بهذا الشيء مو هيك؟ مع انك بتعرف انها لعبه ورح تضر الكل. طولي بالك ديما، انا ماني سيء لهي الدرجه. خلص بكفي، انا كثير مصدومه. ليش هيك عم تعملوا؟ بدي افهم ليش ناريمان عم تعاملني بهي الطريقه على طول. انا شو عملت لها وليش هي بتكرهني لهالدرجه؟ ليش مصره انه تساوي بيني وبينها حقد كبير وعداوه؟ هي اكيد مريضه نفسيا، معقده من شيء، مجنونه وما بتعرف تعيش حياتها صح. هاي المره ما انا طبيعيه، بالمره ما لازم تعيش بين الناس. ما كفى هي اللي ساوته من سنه؟ والله غريبه هالمخلوقه، تتركني شوي اعيش حياتي وتحل عني. والله تعبت، ما بعرف شلون قدراني تعيش بهالعقليه المريضه اصلا. ليكي ديما بترجاكي اهدي. كيف يعني اهدى؟ انت ما بدك تسمعيني؟ هالموضوع مين بيعرف فيه هون؟ عمر.
عمر بيعرف؟ معقول؟ بدي أفهم أنا ليش هيك عم يصير معي. نعم ديما خانم طلعت من شوي. طيب ماشي شكرا. احكي لي شو قلت له؟ قلت له كل شي صار، بس بصراحة انصدمت لدرجة ما تخيلتها. بس شو بدي أعمل؟ أنا كمان مصدوم مثله وضحية بهذا الموضوع. برأيي لازم تتعاون معي. أنت شو عم تحاول تعمل؟ فيك تفهمني؟ عم حاول صلح الأمور. أمير أنت لا تحاول تصلح شيء لأنه ما رح تقدر، ولهيك بدي تنقلع هلأ. انت عن جد معنك طبيعيه يا مخلوقه؟ كيف قدرانه تعيشي وكل هذا الشر موجود بقلبك؟ عن جد انا كتير مستغربه. لك شوفي ليش هيك عم تتهجمي علي ديما؟ يعني الناس بالاول بتقول مرحبا كيفك، مو مثلك من الباب بتصير تعيط وتخانق. يعني ما تعلمتي انك تسلمي ولا اهلك انت ما علموكي؟ انت بتعرفي انه اهلي علموني كتير منيح واني بنت محترمه كتير وبفهم منيح بالاصول. انا لهلا عم بتعامل معك بادب مع كل حقدك وكراهيتك وغيرتك وتعاملك السيء معي، ولهلأ ساكتي. خلص تصولي بالك. حياتي انتي. لا لساتك على الباب؟ انتي ماني غريبة، فوتي لجوا مشان نحكي ونتفاهم. معقول تضلي مثل الغريبة واقفة هون؟ انا ماني جاية اقعد ولا جاية لشوفك بنوم. انتي بتعرفي اني ما بحبك ولا بطيئك. يلي مثلك مستحيل يكون شخص منيح بالنسبة إلي. كل مواقفك لهلأ مانا منيحة. قليلي انتي شو لسه بدك مني؟ اعتبريني ماني موجودة بحياتك بالمرة، اعتبريني مو هون. العمى والله أنا مليت. يعني خلص حياتي، أنت بتعرفيني عملت هالشي مشانك، بقصد لورتي. أنت كيف بتقدري تتعاملي معي بهالوقاحة هي؟ شو مفكرة حالك؟ يعني معقول أنسى يلي صار وأرجع أمن لك بعد كل المواقف يلي ساويتيها معي؟ أنا عن جد بشفق عليك يا نريمان، حتى بعرف ليش عم تساوي هيك. أنت مرة وحيدة ومو محبوبة، والسبب إنك مصلحجية وبتحبي حالك ونظرتك للناس كتير فوقية، ولهيك قلبك قاسي ومثل الحجر. أنا يا ديما؟ طبعاً أنت. أنا حافظتك وبعرفك منيح، مستحيل أسمح لك تضايقيني. ديما الطيوبة تغيرت هلأ وصارت بتعرف تدافع عن حالها وتوقف بوشك. شو هادية؟ وحدة مجنونة، معقول تحكي بهالطريقة معي؟ غيرت رأيك شي؟ ولا مصر ما تقلي على المكان؟ لا والله ما بقدر أحكي هلأ، بس نصل على المكان راح تعرف كل شي، طول بالك. طيب خلص ماشي، لنشوف وين آخذني. دائماً الملك بيخبي مشاعره بقلبه وبيخاف إنه حدا ينتبه له أو يعرف إنه مغروم، لأنه برأيه إذا ضل الحب مخبى رح يكون نسيانه أسهل بكتير وما في حدا رح يذكره فيه مرة تانية، بعكس البنت يلي كانت عم تحكي للكل، كانت عم تقلهم قديش بتحبه وبتعشقه. لهيك هي كانت كتير عم تتعذب، وكانت كل ما انفتحت سيرته تبكي وتعيط وتحس حالها رح تختنق من الزعل وما تعرف شو بدها تعمل. هي ما حاولت تتبعد عنه لأنه ما بتقدر وما بدها أصلا تتبعد ولا بدها تخسره. الملك كان دائماً يراقب البنت من بعيد، وينتبه على كل تصرفاتها حتى على نظراتها، وين بتكون وشو عم بتفكر وإمتى بتكون بحاجته أو بتضايق، وكل ما حس إنها بلشت تبعد بيعمل أي حركة لحتى يخليها تحس فيه ويرجع للأمل. Thank you.
الإنسان ما في كذب على حاله أبداً، لأنه قلبه ما بيخلي وعيونه بتفضح ودغري. الحب بيخليك مثل الولد الصغير، على طول معصب ومنرفز ومحتاج لحنية، وقد ما حاولت تخبي جواتك في شي بيخليك تحكي، واللي هو خوفك على هي المشاعر إنها تروح لحدا تاني. حتى وهنن ما عم يحكوا مع بعض، البنت كانت بتعرف من عيونه للملك إنه لساته بيحبها وإنه هو معها بكل ثانية. ولأنها بتحبه نسيت كل الوجع يلي جواتها، وقفت جنبه بجرأة وبقوة وبحب. مع الوقت صارت البنت أقرب حدا لهالملك، والوحيدة يلي بتعرف شخصيته من جوا، وبتعرف كيف بيفكر، وبتعرف إنه مهما كان قوي قلبه مثل الولد الصغير. وصلت البنت لمرحلة إنها تفهم على الملك بدون ما يحكي، حتى الشغلات البسيطة يلي ما كان ينتبه لها كانت حافظتها وبتعرفها. كانت بالنسبة له البوصلة يلي بتدله على الطريق وبتخليه يحس بالأمان، ومن دونها كان يحس إنه ضايع وحزين، يعني غير إنه بيحبها صار متعود عليها. طلبتيني وأجيت لعندك. أنا ونريمان خانو ملتقينا على هالكرسي أول مرة، كانت وقتها عم تحاول تكون منيحة، يعني صارت تحكي عن الفرص بالحياة وتقلي كيف الإنسان لازم يستغلها. وقتها خبرت عن دين أخي وعرضت علي إنه تساعدني، بس ما قبلت لأني خفت، وحكيت لها لنهال كل شي صار. نصحتني إني وافق مشان ما يتأذى أخي، وحسيت إنه كلامه مزبوط، ورجعت فوراً لعنده وقلت لها إني وافقت. بتعرف بوقتها أنا كنت حدا كتير غبي وضعيف، وما كانت شخصيتي قوية أبداً. هلأ كتير تغيرت وقويت وكبرت وصرت أقسى، بس مستحيل أسمح لحالي إنه أؤذي مخلوق. نريمان يمكن ما حبيت بحياتها، يعني الحب عندها هو مصاري، يمكن ولا مرة دق قلبها لحدا مثل ما دق قلبي إلك. يمكن هي لو بتعرف تحب كانت حست فيني وفيك، ما هيك؟
بس مستحيل انها تحس بهيك شيء. هي بتفكر انه الحياة شطارة وبس، يعني الحب الحقيقي والمشاعر والاحاسيس عندها ما له وجود. بس انا ما بندم على شيء. معقول؟ ولا عشي ابنهم؟ طبعا لا، عشو بدي اندم؟ انا متصالحة مع حالي وبعرف انه هاي كلها تجارب وبتفيدني لقدام، وحتى لو ضعفت رح ارجع واقف وكفي حياتي عادي وصير اقوى. مع كل اللي صار انا ما كرهتك، ضليت حبك وضليت بتعني لي. ليوم العرس صح، لليوم يلي اجا فيه الوقت وانكشفت هاللعبة السخيفة. اي على فكرة حكيت مع خلدون بيك مشان الورثة وقلت له ما بدي. توقعت تعملي هيك؟ انا اصلا مستحيل اخده، هالمصاري ما بتعني لي لانه مو من حقي. هالموضوع كتير ضايقني، واللي ضايقني اكتر يلي عمله امير ومرت عمك. لهي اللحظة عم حس في ناس بتكرهني، وهذا الشي بيعطيني شعور كتير غريب وكتير بشع كمان. انت هذا الشي اللي كنت بدك تقلي اياه ما هيك؟ بس انا ما عطيتك مجال. ايه ديما، هاد اللي بدي اقوله، بس انت طولتي لفهمتي. وانا شو بيعرفني شو كان عم يخطط امير؟ ما توقعت تنعاد هيك قصة. خلص ديما، المهم انك عرفتي الحقيقة ومشي الحال، وبعد هلأ ما بدنا شي يخدعنا أبداً. لازم نكون أقوى وأوعى، ما لازم نضل ضعاف أبداً، ولا نسمح لمخلوق أنه يتدخل بيناتنا لو شو ما صار. عم تحكي عن جد؟ كأنك هلأ بلشتي تفكري صح. موبايلي. موبايلي كمان. ألو نعم؟ ألو نعم؟ طبعاً رح أجي اليوم. طبعاً بعرف بدي أجي، أكيد ما رح أتأخر. ماشي بكون على الموعد. طيب شوفك هونيك. ماشي أكيد ما بطول. حكوني من المعرض. ايه أنا كمان، المفروض طبعا أني يكون هنيك. ايه ممتاز، معناتها رح شوفك هونيك. لكن خليني أمشي. شو رأيك وصلك بطريقي على الشركة؟ لا عمر أنا رايحة دغري على البيت، اليوم بيكون عيد ميلاد سارة وأنا وعدت أجي بكير وأحتفل معه. أختك الصغيرة ما هيك؟ صار لي زمان ما سمعتك عم تحكي عنها. طمنيني كيفها، شو أخبارها؟ منيحة. بتكون زعلانة مني؟ لا والله، هي واقفة بصفك مثل العادة يعني، بس ستي وسمعوا لساتهم زعلانين منك لليوم. لسه ما عم تحكي انتي وسمعوا؟ مو هيك، بس أنا وياه ما كتير عم نشوف بعض. فهمت عليكي. طيب إذا بدك بحاكي أنا، شو رأيك؟ كيف؟ لا تاكلي هم الموضوع، مو لازم نمشي؟ ايه بلا.